des fous. والله ما لي عرفانة شو بدي قلك. بس شو؟ بعرف انك متضايقة. متضايقة ومخنوقة. حاسة حالي رهجة. ما في كلمة بتقدر توصف شعوري. ما عم بقدر صدق. معقولة أبي أنا؟ أبي عم تفهمي شو أبي؟ رفيقتي؟ طيب حكيتي أبوك؟ ما بدي حكي. نور استني، وين رايحة نور؟ شو؟ ليش جايبة لهون؟ شو بدك تقول؟ بابا نور، الله يرضى عليك، اهدي واسمعيني. شو بدي اسمع؟ شو المبررات اللي بدك تقلي عليها؟ كيف بدك تقنعني؟ ليش بعدتها لعندي؟ ليش خليتها تاكل وتشرب معي؟ ليش فوتتها على بيتي وخليتها تعرف كل اسراري؟ ليش؟ وبعدين معك؟ بابا القصة مو مثل ما لك متخيلتيها ابدا. ايه معك حق، لكن شو القصة يا مرت ابي؟ انا مو مرت ابوكي. لكن شو؟ لسه ما تجوزتوا؟ جايين تعزموني على العرس؟ نور، نسمة أختك. خليني فوت احكي معك كلمتين. لا بابا، انا بحكي معه. تخلص انت، روح ولا يهمك. ماشي حبيبتي، شو بصير معك خبريني. نور، بدك تسمعيني ان قلتي ايه وان قلتي لا. بدك تسمعيني غصبا عنك. انا اختك اللي انحرمت بكذبه اعتبرها بابا بيضه كرمالك انتي. لك انا انحرمت من ابي ومن امي اللي ماتت على بكير كتير. نور بابا ضحى كتير من شانكم، كنت انا الضحيه. انتي عشتي بجو عيلة مع أب وأم بالوقت اللي أنا انحرمت منه. أنا وعيت لا أب ولا أم، كرمال مين ومن شان مين؟ وقت اللي قال لي بابا إنه صار لازم أنزل أعيش معك، كانت أحلى لحظة بحياتي. حبيت أعرفك وتعرفي، تقرب منك وتقربي مني. حاولت اعوض حالي عن الشي اللي انا انحرمت منه، وفعلا صرنا عيلة واحدة. بفرح معك وبزعل معك. اكيد كان لازم تعرفي من زمان، بس بالنهاية
أنا أختك، وهذا الشيء لا أنا اللي ذنب فيه ولا أنتي. وهلأ أنا هون، أنا نسمة، نسمة عصام أبو جمعة، وأنتي نور عصام أبو جمعة. الله يستر الله يستر الله يستر. ترى شو عم يصير جوا؟ لك هدوا بقى انتو التنتين، هلأ منفهم. ميديا، لبنى، هزار، تعوا لهون. أنا ما رح فوت. وأنا كمان. قوموا انتو التنتين. ما بدي. لك قومي. قومي ميديا. في شي جذري تغير بهالبيت. خلص انا رايحه احجز بالبول، ما طالع الضيعه. انا منيح اللي ساكنه لحالي وعندي بيت. نور والله مصرياتي ما بكفوا اشتري فيلا جديده. لك انا بستغني عنكم. انا تفضلوا سلموا على اختي بعد 25 سنه. يا بيي يا ماما. انا كان قلبي حاسس وقت اللي اجيتي على البيت انه في شيء مشترك بينك وبين نونو، مع انه لون الشعر غير ولون العيون غير، وحسيت انك اخطات. حكي معي يا هزار. يا الله جعبالي يطلع اخذكم انا كمان. حتطلع يا حبيبتي. يا الله شو سعد السام وريحه السام. وهي اشتقت لك. ايه ما حلك تشتاقي، كل اللي غبتيهم كام يوم. ايه والله لا تتمسخري علي، عن جد حاسه حالي صار لي سنه غايبه، حتى اشتقت لكم ولكم والله كثير كثير. بتعرفي لو كنا معك كان اختلف الوضع. بس انا اللي ما هي صدقته نسمه وقعد يقتل انا. هذا اللي صار. شو قصدك؟ احكولي احكولي شو نسبي تفاصيل، عن جد حاسه حالي مو اسبوع غايبه، حاسه حالي غايبه مليون سنه وعلي رايح تفاصيل خيرات. يلا احكي. لبنى طلعت اختي لميديا. يا بنت الشيخ اهم شيء. يا شحنك حبيبتي. لا شو بدك هون؟ رحت ورجعت وساكن بتخانقوا. هلا شو بدك فيهم؟ شو بدك فيهم؟ شو صار؟ لا ايوه يلا احكي لنا شو صار؟ اول ما حطيت رجلي بالمطار شفت لكم شب؟ ولي ولي يا ابني. شو يعني حلو كثير؟ احلى من مهند؟ ليش شو مهند؟ مهند ما بيجي نقطة بحره. هلا اتركينا من حلاوته احكي لنا شو صار معك بعدين؟ اول ما فتنا على المطار احلى الجوازات بخمس دقائق كانوا ممشيهم. شللنا الشناتي، مشلنا اياهم، وجاب لنا تاكسي خلاها على حسابه، وصلتنا لباب الاوتيل. برافو. جدع، جدع الرجال حبيته. صراحة شوفوا بقاسي الوليد، شوفوا عزايم الغداء والعشاء، شوفوا التليفونات. شوفي الهدايا والكدوية، شوفي الرحلات البحرية. لا ها شكله غرقان لشوشته. ايه غرقان ومكتر. بس امي شو بها امي؟ احكي لنا شو عملت له؟ بحثت لك عليه هذيك البحثة وقلعت. يامو الله يسامحك يا طنط فريدة، يعني هي من طول عمرها هيك نرفوزة وخلقها ضيق. المهم هلا احكي لنا شو صار بعدين، رجعتي شفتي؟ يا ستي ما عادت شفته هيك لاخر يوم، ونحن راجعين شفته بالمطار. ايه وشوفوا شو عمل. شو عمل؟ شو عمل؟ حنقلنا لامنا وما مشينا الجوازات، وتشوفينا طفلة ثلاث ساعات. ايه والله نزل من عيني. قال امنته انا ما شفت بحياتي. يخرب بيتي. مين هذا اللي عم تحكوا عنه؟ تعالي تعالي احكي لك قصة. لا 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 خلينا نمشي لانه عندي موعد كثير كثير مفارقة. هاتلي همة. شو عندي؟ قومي قومي هلا بوصلك. خلينا نشوف كعلك ما في مشكلة. اهلا كملكم مصعب. يلا كفي.